كما تابعتم النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير نظمت واحد لقاء تشاوري كيتعلق بمراجعة قانون الصحافة والنشر. كما كتعلموا أن قانون الصحافة والنشر كاين إجماع لجميع الفاعلين لا نقابيين لا ناشرين لا حكومة أيضا وزارة وصية ديال مراجعة هذه القوانين اللي تستجيب للمتغيرات اللي عرفها المغرب. تم التجميع ديال مجموعة ديال التوصيات اللي غنرفعوها للمكتب التنفيذي من أجل أنه يوضعها ضمن مذكرة ترافعية اللي غيقدم مع الجهات الأخرى فيما يتعلق بمراجعة هذا القانون، أهمها مثلا قانون الصحفي المهني، تعريف ديال الصحفي، التعاريف القديمة أصبحت متجاوزة فيما يتعلق بتكوين المجلس الوطني والتشكيلة ديالو وكيفية الانتخاب ديالو والتمثيلية ديالو، وكذلك فيما يتعلق بالقانون خاصة القانون 1388 قانون الصحافة والنشر، ما يتعلق بمدراء النشر الشروط ديالو يجب إعادة النظر في المادة 16 والمادة من 16 حتى 21، وكذلك المطالبة بخلق قضاء متخصص في الصحافة والنشر، وكذلك مراجعة الغرامات المنصوص عليها في القانون الحالي اللي هي مرتفعة كتقل الكاهل ديال المقاولات الصحفية. وبان فعلا بان كاين واحد المجموعه ديال المشاكل اللي كيعانيوا منها الاخوان الصحفيين داخل المؤسسات اللي كيشتغلوا فيها، وبان فعلا الهشاشه ديال هذا القطاع هذا. وإلا كنا اليوم كنهضروا على 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 تجويد على تجويد يعني تجويد النصوص القانونيه، فالمدخل الاساسي هو حمايه الصحفيين باش نقطعوا مع مجموعه ديال الممارسات اللي ولينا كنشوفوها اليوم في, 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 في الميدان من عبر اشخاص يعني تسلطوا على المهنه. المطالب اليوم ديال الصحفيين هو انها تطلب من النقابه بصفتها يعني كتدافع على الصحفيين انها تضغط في اتجاه اعتماد الاتفاقيه الجماعيه وجعلها يعني ملزمه وليس فقط يعني اتفاقيه حبر على ورق. اللي كنشوفوا اليوم هاد اللي كيهضروا عليها اليوم هي اتفاقيه توقعت في سنه 2005 وما تم العمل بها اليوم. حتى اليوم عاد الناس الناشرين والباترون كيقولوا بان ممكن العمل بها. لذلك التوصيات مشات في اتجاه واحد هو تجويد المهنه من خلال النصوص القانونيه، لان القانون ما وجد الا لتنظيم المهنه وما وجد الا لردع كل الممارسات والسلوكات الداخله على اي قطاع او في مقدمتهم قطاع الصحافه والنشر. شكرا. التعريف ديال المقاولات الصحفيه ما يتعلق ب